بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا بنات؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده وصفه للتصبغات والبقع الداكنه واثار حروق الشمس. ده غير ان وصفتي النهارده كمان هتوحد لون البشره وهتفتحها وهتديكي ترطيب عالي جدا. يلا بينا نبدا ونشوف اول مكون. اول مكون يا بنات، هنجيب طماطميه هنبشرها بالشكل ده زي ما احنا شايفين. هناخد منها معلقه، وعايزه اقول لكم ان الطماطم من الحاجات الحلوه جدا اللي بتفتح البشره. بس واحنا بنعمل الماسك ده، عايزاكي قبل ما تستخدميه تعملي اختبار حساسية، علشان لو كان عندك بتحسسي من الطماطم. وهنجيب جزء صغير كده من الماسك ونحطه عند خدنا، لو احمر بلاش تستخدمي الماسك. بس الحمد لله كل اللي استخدموا الماسك ده قالوا ان هو تمام وما عملش معاهم اي حاجة. المكون اللي بعد كده يا بنات، هناخد معلقة من الشوفان المطحون. طبعا كلنا عارفين ان الشوفان هو ملك التفتيح. هناخد كده معلقة من الشوفان، هضيف ليهم معلقة برضو من زيت الزيتون. طبعا زيت الزيتون بيرطب البشرة وبيعالج التجاعيد زي ما احنا شايفين كده. معلقة كده من زيت الزيتون، بس اهم حاجة يا بنات يكون كويس، يعني جاي من مكان كويس ما يكونش مغشوش. هناخد بقى كده المكونات نقلبها مع بعض احنا شايفين كده. هو ده يا بنات القوام اللي انا محتاجاه. بستخدمه ازاي؟ طبعا هتغسلي بشرتك كويس جدا على ميه نظيفه، على بميه نظيفه وتشطفيها كويس جدا. وبعد كده هناخد من الوصفه ونحطها على بشرتنا ونسيبها حوالي 15 دقيقه، وبعد كده هتكون نشفت معاكي. هتفركيها بحركات دائريه كده بسيطه، وبعد كده على طول تشطفي بشرتك بميه فاتره وبعدين ميه بارده او مكعبات التلج هتمشيها على البشره. طيب وبعد كده على طول لازم نرطب بشرتنا بأي كريم مرطب، بنستخدمها مرتين بس في الأسبوع، حلوة جدا. وكمان ممكن نستخدمها للرقبة ولأيدينا، لو انت عايزة تفتحي ايديكي او رقبتك الوصفة دي حلوة جدا. طماطم فعالة جدا ومهمة جدا في علاج التصبغات. بتمنى الوصفة تعجبك، جربيها وقولي رأيك في الكومنتات. ولو كنت أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. وأهم حاجة متنسيش تدعميني باللايك. أشوفكوا على خير، والسلام عليكم.